بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته pada pelajar 2C dan 2K. Hari ini hari Selasa 5 Oktober bersamaan 28 Safar. Kita baca doa dulu. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. حمدا شاكرين حمدا حامدين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيده. يا ربنا يا الله، يا ربنا يا الرحمن، يا ربنا يا الرحيم، يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وللوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا برحمتك يا أرحم الراحمين. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل الطالبون من الناجحين في الدنيا والآخرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا وللوالدين من أهل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا عليك توكلنا لا إله. اللهم ربي يسر ولا تعسر، ربي تامن بالخير. ربنا عليك توكلنا لا إليك أنابنا وإليك المصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين من ذا الجلال والإكرام. تقبل الله منا آمين يا الله. Baik pelajar 2K, 2C, pagi ni kamu ada matematik ya, selama 2 waktu ataupun 1 jam. Baik ya, insyaAllah matematik kamu, saya 2C mungkin masih lagi tajuk koordinat. Saya 2K baru nak masuk bab yang baru iaitu laju dan pecutan. Baik ya, saya doakan mudah-mudahan kamu semua menjadi anak-anak yang soleh, solehah, berjaya dunia di akhirat. Amin ya Allah.